نروح لكرة السلة، وكان في حدث مهم وفرحة كبيرة سكندرية امبارح للفوز بلقب دوري السلة عقب الفوز على النادي الأهلي في مباراة كبيرة جدا انتهت فيها كل الأنفاس. يعني لو شفتوا امبارح المباراة امبارح على وش، شفتوا لسه بتكلم عن نفس الحاج محمد مصلحي امبارح، يعني شوف وشه قلب كل الألوان، والضغوطات كانت موجودة امبارح على كل جماهير الاتحاد السكندري. لكن حقيقي أمانة فريق الاتحاد السكندري فريق قدر ان هو يفوز على فريق كبير النادي الأهلي. فاز المباراة الأولى 76-70، بعد كده طبعا فاز، بعد كده حقق فريق الاتحاد السكندري في الفترة اللي بعدها. أول مباراة طبعا كان 76-70، بعد كده في الفوز حقق الاتحاد السكندري اللقب. طبعا عانى الاتحاد السكندري مع النادي الأهلي، اشتغل الاتحاد السكندري على نفسه، فريق طبعا قدم يعني كرة سلة مختلفة، توج بهذا اللقب للمرة 16 في تاريخه. كل المباريات طبعا زي ما انتم عارفين بتتلعب بنظام البيست اوف فايف، يعني بيلتقي كل فريق في 4 لقاءات، الفريق الفائز في 3 لقاءات يتوج باللقب. الاتحاد السكندري في اول مباراه فاز على الاهلي 71-69، بينما فاز الاهلي في الجوله الثانيه 83-79، وتغلب الاتحاد السكندري في المواجهه الثالثه اللي كانت امبارح 80-78. الاتحاد خد دوري وكاس، فبالتالي يعني نمسك الخشب على نادي الاتحاد اللي هيشرف كرة السلة المصرية في بال إن شاء الله بإذن الله تعالى. مبروك لكل جماهير الاتحاد السكندري، مبروك لمجلس إدارته، مبروك للاعبيه بهذا الفوز الغالي والثمين على فريق كبير وهو النادي الأهلي.